حياتي أنا وصلت، عم استناكي تحت. إيه يلا رح أنزل ماما. طيب ماشي، باي مامي. البيس شباك صباح الخير أبي. صباح النور ابني. صباح الخير يا أميري الصغير. هلا رد علي، قول صباح الخير يا بابا. بابا ما بيسمع لهيك. ايه مزبوط، لسه ما تعودت. شو نمت هون؟ ايه بابا، وامي قالت تعبان لا تزعجوه، لهيك نحن تركناك. رح نطلع، بدك شي؟ لوين؟ رح اخده على المشفى، عنده جلسة اليوم لأدني. ايه يلا روحوا. يلا نمشي جان. صباح الخير. صباح النور، هدول شو عم يعملوا هون؟ مين؟ ولادة لجولبري. يعني هن معقول عرفوا البيت بهالسرعة؟ ما عم صدق. يا ربي دخيلك أعطيني الصبر. ماما شو هالحكي؟ هاي المرة بالبيت أرتميس؟ ماما هلأ فرجي لأبوكي وجولبري، والله ما رح أتركهم بحالهم بنوب. شو بدك تعملي لسه؟ إمتى رح تبطلي هالشغلات؟ دائما بتحكمي على الناس من دون ما تسمعيهم، واخر شيء بتندمي. ارتمس بكفي بكفي، شو هالقلة الذوق تبعك؟ لانك مو منطقيه. عائلة حسن ساكنين بالبنايه، ومشان هيك شفتيهم طالعين من البنايه. هيك تمام؟ شو يعني ابوك ياخذ لهم بيت فيها؟ خلاص امي بكفي بقى. بابا ما له علاقه بهي القصه بنوب، هي بتشتغل ناطوره بالبنايه تبعنا. يعني صدفه صدفه مو؟ وانتي مصدقة هالحكي كله؟ معقول تكون صدفة؟ فكري فيها شوي. عملوا حيلة وخدعوا الولاد، شو حلو هالحكي هاد؟ زوج هالمرة رجع على البيت، الجماعة بحالهم وما عم يقربوا علينا، تركيهم بحالهم بقى. عن جد؟ هلأ يعني زوجها عايش بالبيت معهم وساكنين بالبناية؟ بدك يعني نروح نفطر ولا ارجع على البيت؟ حطي حزام الأمان. جولبري شو يا حياتي، ما في شيء للفطور؟ لك وين رحت منوش الصبح يا جولبري؟ يا ريت تجيبيها بسرعة، خلص معجون الحلاقة اللي عندي وبدي أحلق. تمام. شكرا كتير. أنت شو عم تعملي هون؟ لا تخليني عصب من الصبح. وأنت شو دخلك؟ ما يروحوا يشتروا لحالهم. بس أنا عم حاول ساعد أمي لحتى نقدر نعيش. بنته لأيوب تاشكين ما بتشتغل أبدا. ماشي، انتي مو بحاجة مصاري ولا اي شيء تاني. بنتي انا ما بتخدم اي حدا. انت هلأ رجعت لهيك رح نكون مرتاحين. ايه بترتاحوا. اليوم رح نروح من هون. وين عمك؟ بالشغلة. اي شغل هاد؟ لك لسه عم تشتغل شغل تاني كمان؟
الحياة صايرة صعبة يا بابا. شو تعمل؟ عم تشتغل ليل نهار حتى تصرف علينا. وين هذا الشغل؟ أمك وين عم تشتغل؟ هلأ برأيي بتنحل بهاي الطريقة. أهلين قدير بيك. مرحبا المحامية ياليز، رح استلم محل بورجو هالفترة. أنا عندي علم بهالشي. أهلا وسهلا وألف مبروك. شكرا لك. هلأ أنا عندي اجتماع مع المدام شاقيلة، حبيت خبرك بهالشي أستاذ. تمام، أي مشكلة أنا موجود جوا. ولو سمحتي بطريقك خبري السيد باركين يجي على مكتبي. صباح الخير أخي. قال بدك ياني؟ خبرني، رجعت حكيت رجائي؟ عم يكمل بالتحري مو؟ ايه حكيت معه فورا، وهلأ رجائي عم يستمر بالتحري لا يعرف شو الجريمة ومدة العقوبة وإمتى لازم يطلع من السجن وكل شيء. خليه خبرني بكل شيء أخي. هلأ بدي أعرف منك شغلة، فهمني ليش عم نتحرى عن أيوب تاشكين؟ هو كان على أساس ميت ورجع فجأة. إيه أنا فهمت منك هالشي مبارح. قال إنه كان بالسجن وبعدها أطلقوا سراحه. أنت لا تترك القصة مفهوم، وتواصل مع رجائي لنعرف الحقيقة كلها. ماشي يا أخي. صحة وهنا. شكرا لك. كيف عرفت المحل؟ انت شو قصتك؟ عم اشتغل. بدك تطلب شي تاني؟ لا يسلموا، ما رح تشتغلي اي شي. يلا امشي معي. بلا رح اشتغل، ليش عندك حل قول تاني؟ قول بري طاولة رقم 3. انا مرتي ما لازم تشتغل. انت ما بتخدمي العالم، العالم هن اللي بيخدموكي. شو عم تساوي؟ امشي امشي معي. لك انت شو عم تساوي؟ كيف بتكسر اغراض المحل؟ مين بتكون حضرتك؟ انا اسفه، لا تؤاخذوني يا جماعه. امشي اتركني. قول بري ما رح تنطفي اي شيء، اتركيها هي بتنظف. امشي معي. ما رح اروح على مكان. شو بدك فيها انت؟ شو دخلك؟ حل عني يا، عود مكانك، هاي مرتي. امشي معي. بعد عني، ما بدي اروح معك على محل. شو هاد يا، خلونا نطلع. يلا امشوا. بعتذر منك. لا تعتذري من أي حدا. وهلأ بدنا نروح، ما عاد لازم تشتغلي بهذا المكان. لا الموضوع زاد عن حده كتير، روحوا تخانقوا بالبيت. يلا ناطرك. لا تواخذوني. آيتن بترجاكي لا تواخذيني. شو مفكر حالك عم تعمل؟ عم اهتم بمرتي. ماني بحاجة اهتمام من حدا بنوب. لا تردي لي جواب ولا تخليني عصب. قلت ما في شغل يعني ما في شغل، واللي بقوله بده يصير يعني مثل ما بدي. من زمان كنت نفذ كل شي بتطلبه، بس هلأ كل شي تغير وما عدنا مثل قبل أبدا. شو عم تساوي؟ اترك الجزدان من إيدك، اتركه. وهلأ رح نرجع مثل قبل، رح نكتب كتابنا وبترجعي مرتي. يلا روحي أنا ما بطول. Thank you.
تفضل الشاي. ما رح تاكل أو تشرب شي؟ على راحتك، بس ما بيصير هيك. يعقوب تاشكين على الزيارة، تفضل. أمر، جاي تسأل عن أبوك اللي زتيته بالحبس؟ شو مبسوط؟ اللي مرتاح هلأ؟ اسمع، لازم تشكر ربك وتحمده أنك موجود بقلب السجن. يلي عرفته مبارح، لو أني عرفته من قبل كنت خلصت عليك ودفنتك بإيدي. عالشي اللي عملته بيقول بري وبعيلتي كلياتها، خاصة يلي ساويته ببدرية. هلأ بدرية شرفي لحالي وبس؟ لك هي ما بتعني لك أي شيء؟ هي البنت بتكون حفيدتك يعني من دمك ومن لحمك. أنا فرجيك والله لخليك تندم. سكوت، وإلا رح طلعك لبرا. وحضرتك خبيت اللي عمله أجدر بمرتي، وإنه حاول يعتدي على شرفي. أنت رحت غطيت عليه وحميته، حتى لو مات ما تفكر إنه انتهى الموضوع، لأنه أنا حخليك تدفع ثمن كل شي عمله. حسابك كبر عندي كتير، كبر كتير، ورح دفعك ياه. أدعي لربك تضلك بالسجن، لأنه يوم طلعتك من هون بوعدك رح يكون آخر يوم بحياتك. وهلأ كل الأملاك والمصاري اللي مسجلة باسمك رح تسجلها باسمي. بدي كل شي بتملكه بهي الدنيا، فهمت؟ عفواً، سمعتني. أملاكك وكل المصاري اللي بحسابك كلها رح تتسجل باسمي أنا. هذا التعويض تبعي عن اللي عملته وعن السبع سنين اللي راحت من عمري. ايه، بالأخير الأملاك راجعة إلي. إذا لزمك كاتب العدل كله بيكون جاهز، ومدير السجن بيعرف بهالشي. ليك أيوب، انت ابني، ربيتك وكبرتك، تعبت عليك لحتى صرت ابن اغا، زوجتك وخليتك تشوف ولادك. حتى هلا باخر عمري انا ما طلبت منك ولا طلب صغير بحياتي، ما طلبت شيء. لو ما ورطت حالك بالوساخه، لو سمعت كلامي وعملت اللي قلته، ما كان صار هيك شيء ابدا. هلأ لا تجي وتحط الحق علي. الكاتب بالعدل ناطرك جوا، روح ووقع لي. أيوب، افتح ايدك، افتحها، بتشوف كف ايدك وما رح تشوف المصاري. لك فوتني على الحبس ولسه بدك مصاري مني؟ بدي اخذ كل شيء. ما حذرت، نحن تصافينا ومشي الحال. انا عملت غلط بسببك، ولا عم ادفع ثمنه غالي كتير. هدول المصاري تعبي، مستحيل تاخذ قرش واحد منهم.
اصحك تقلي ابي مرة تانية، انا نسيتك. بابا ما فيك تروح هيك، هاي الاملاك من حقي ورح تتنازل عنها كلها. بابا انا رح اخذ كل شيء، رح اخذ كل شيء. أمي أنت إجيتي؟ فكرت أنه أبي اللي إجا. لسه ما إجا؟ لا طلع من الصبح ولهلأ ما إجا. ليش جاية بكير على البيت؟ إن شاء الله ما تكوني مريضة. لا يا بنتي أنا منيحة الحمد لله، ما فيني شي. إيه وشو لك؟ أبوكي إجا على المحل، ما بده يعني اشتغل، يمكن بعد اليوم ما نلاقي شي ناكله غير الخبز. لا تعصبي، أبي مو حابك تتعبي بنوب، هذا الشي غلط يا ترى. أنت تعبتي كتير، وأنا لما كنت عم أخذ الطلبيات عصب مني وقال ما بسمح لبنتي تشتغل أي شي، وبصراحة من خوفي ما رحت جبته، وقال إنه رح نطلع من هذا البيت. لوين بدنا نروح؟ ما قال لوين، بس خليه ياخدنا لوين ما بده. أمي يعني خلص أبي رجع لعنا ورح نصير أغنية. أنتي ما عاد تشتغلي بوابة بنوب، وما أنك مضطرة تخدمي أي حدا بقى، وما في داعي تشتغلي ليل نهار وتتعبي حالك. نحن رجعنا مثل قبل، ويصير الشوفير يوصلني عباب المدرسة، ويمكن يجيب لي شوفير خاص إلي، ما هيك؟ بدي ساوي قهوة وجعني راسي. أنت بدك شي؟ لا أمي، أنا رح أدرس للفحص مش عن جيب علامة. ايه أنا قيمت المواد الإضافية مع موكلي، ما في مشكلة ابنه. معناتها رح حط موعد حتى نجتمع فيه ونوقع العقد ونحل هاي القصة. لا ما شفته، ما شفته، ما عندي وقت للمباريات، ما بقدر. يلا ماشي، الله معك. يا عيني عجبك؟ مثل ما قلتي لي هالشغلات للنسوان. طبعا شي حلو، ما قدرتوا تختارون مبارح. شكرا لك شيماء. بس انا حبيت فرجيك ياهن قبل ما نروح على المطعم، وجبنا اغراض لساتهم بالسياره، رح نوصلهم على البيت. تمام، بس ما في داعي هلا بخلي زكي يحطهم بالسياره وبجيبهم معي المساء. طيب مثل ما بدكن، انا رايحه على الحمام. ما في مشكلة، أنا بدي وصل أرتمس على البيت، ما رح أتعذب. لا خلص مندبر حالنا. ما بدك يعني إجي على بيتك؟ شو دخل هالشي هاد؟ معقولة يعني؟ ما بعرف، بس هيك الواضح ليكون في شي وإنت ما بدك يعني أعرف فيه. شو اللي عم تحاولي تلمحي عليه يا شيماء؟ حياتي ما في داعي للف والدوران، أنا بعرف إنك انتقلت لحتى تكون قريب من جولبري. ايه بس يا ترى زوجها بيعرف بهالشي؟ ايوب شو رأيه بالقصة؟ فدان يعني معقول هنن يطلقوا سراحه بعد جريمة قتل؟ الكل عم يقولوا انه يعقوب اغا ما رح يطلع من السجن، وهن مشغولين بمشاكلهم ونحن ما حدا مهتم فينا ابدا. فدان نهرب؟ لا لا ما بقدر ابدا، وبعدين الوضع
ما له واضح لحد هلأ. يعني بالأخير بتطلع كل القصة براسنا نحن؟ لا مستحيل. طيب اسمحي لي وخليني أطلبك من الخانو. صدقيني رح ينبسطوا كتير، لأنه الخانو والأخت قدر بيحبوني. فيدان، بعرف عيب بس يعني هاي زوجك مات وخلصنا منه، وهي ليكو الأغا بالسجن، يعني نحن ما رح نضل عندهم طول العمر. فيدان ليكي، معقول بدك يانا نضل عم نتطلع على بعض من بعيد؟ لك شو زنبنا؟ منحب بعضنا وعم نتوجع. الله يوفقك لا ترفضي طلبي، يلا وافقي. طيب ماشي، إذا فيك تطلبني منا اطلبني. سردار، وين أمي؟ بالبيت؟ بالبيت يا آغا. شي صعب مو هيك؟ إنه تشوف اللي بتحبها مع حدا تاني. زودتي يا شيماء. أنت اللي زودتها يا قدير. تنتقل لتكون جنبها؟ استسلم، ضيعت حالك مشانها. بس الله كبير قدير، ليكو رجع زوجها. شو عم تحس هلأ قدير؟ تفضلي مع السلامة، الزيارة خلصت وشكرا كثير على المساعدة. ما في عندك جواب مو هيك؟ لأنك غيران ورح تجن. هنن عيلة يا قدير، عم تفهم؟ وانت رحت وخربت بيتك مشانا، لنشوف هي رح تعمل نفس الشي؟ حضرتك دمرت عائلتنا، يا ترى رح تقدر تدمر عائلتها وتجي لعندك مثل ما عملت مشانا؟ شيماء، ما بتقدر تسمع الحقيقة مو؟ لا تضحك على حالك، وانت كمان عم تسأل حالك هالأسئلة ومحتار. تفضلي اطلعي لبرا بكفي بقى. وبتعصب كمان. اعترف انك غلطت، دمرت العائلة وتخليت عنا ببساطة، انا وبنتك. ما عندك شي تقوله؟ لا، اذا كل هالوقت ما قدرتي تفهمي انك السبب بهذا الطلاق ما رح اقدر فهمك ابدا. قلت لك انه جوا بالغرفة عم بتصلي، اخي ليش ما عم بتصدقني؟ خراسي امي، انا محتاج مصاري. محتاج لمصاري امي. اخي شبك؟ اخي شبك؟ شو عم بتساوي؟ اخي السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. ابني شو صاير لك ابني؟ شو شكلك جنيت على الاخير؟ ايه جنيت يا امي، ايه جنيت. تعرفي ليش؟ لاني عرفت كل شيء. انت يا امي وابي واختي، لك حتى اخي، عرفت اللي عملتوه بعيلتي. مين قال لك هالحكي يا ابني؟ امي خلصنا، حاجتك حكي بقى، ما بدي اسمع صوتك. ولك كلياتكم دستوا على شرفي وبغيابي. خبريني، عندك تفسير للي صار بمرتي وببنتي كمان؟ ولك كيف خليتوا علي يعمل هذا الشيء؟ وشو مشان ابنك الواطي اجدر؟ عندك تفسير على اللي عمله مع مرتي؟ لك احكي. شو مفكرتيني ما رح اعرف بالقصة؟ يلي حاول يوسخ شرف اخوي ووطي راسه هو ابنك اجدر. يا ترى حسبتي على هالشي يا امي؟ ومشان هيك
حاجتك حكي، ما بدي اسمع ولا كلمة منك، لأني مليت من الكذب تبعك وما عاد صدق شي بنوب. ومن هلأ ابنك الكبير، ابنك أيوب تاشكين، اعتبريه مات. كلياتكن تأمرتوا عليه وموتوا. مشان هيك كل المصاري اللي معكن وبطاقات المصرف وذهباتكن وكل شي بتملكوه بدكن تعطوني اياه، وما بدي اسمع ولا كلمة. كل شي فهمتوا؟ كل شي رح استناكن تحت. حتى لو نحن اتطلقنا يا قدير ما خلصت، عم تفهم؟ ما خلص شي. ما عم بقدر صدقك. اي ما تصدق، ما تصدق. انا ما رح استسلم واتخلى عنك لحتى يرجع عقلك لراسك مرة تانية. بكرة بتنتقل من هالبيت، واذا ما انتقلت بروح لعند ايوب وبخبره بكل شي، عن ماضيكن وعن حبكن القديم اللي ما قدرتوا تنسوه لهلأ، ورح خبره انه مرته جولبري هي السبب بطلاقنا. ما رح تفتحي تمك بشي، عم تفهمي؟ رح احكي، واذا يعقوب ما خبر ايوب باللي صار لحد هلأ فهذا الشي بفضلي على فكرة، عم تفهم؟ انت وقول بري مدينين لإلي. اذا بتحكي حرف بتتحمل النتيجة، فهمانة؟ خلص بقى، خلص، لا تخليني فوض عصابي. انا اللي بقرر وين بعيش، وما حدا تاني دخله بحياتي ابدا، وما بسمح لحدا يهددني بهالطريقة هي. ما في داعي لكل هالعصبية. معقول ما بتنتركوا لحالكم؟ شو اشتقتوا للخناقات يعني؟ لأنه الخناق وسيلة للتفاهم. هاي شوفي ليكو أبوكي شكله بينبسط بهالشي. إذا خلصتي فينا نروح على البيت بقى؟ إيه بنتي، في عندي حكي لسه، بس منروح. يلا رح استناكي بالسيارة. آسف بنتي. بشوفك المساء. ماشي. هدول يلي معي. هدول مني أخي، تفضل. ما في غيرون. نحن وبهي الحالة شو بدنا بالمصاري يا ابني؟ فهمني، عطيناك يلي معنا. بدي بطاقات المصرف. قومي جيبيهن. ماشي يلا فورا فورا. اكتبي لي كلمات السر. الكلمة هي تاريخ ميلادك. ياه والله قطعتي لي قلبي وأثرت فيني بهالحكي. ولا ساور كمان. أخي بترجاك. شو عم تقول؟ ها؟ بدك الذهب؟ أنت بتطلب روحي بعطيك ياها، مو بس الذهب يلي بإيدي. بس أنا ساكتة لأنك معصب وما بدي زيد عليك، مو لأني خايفة. قلي شو أنت جاي لعنا لحتى تحاسبنا، ولا جاي حتى تسرق كل شي معنا؟ ولك منيح اللي ما أجيت وطلعت بروحك، ولا نسيتي شلون رميتي ولادي بالشارع؟ وقت اللي أكلتي حقي كمان،
ولما اجيت لحتى طالب بحقي صرت حرامي مو هيك؟ اشلحوا الاساور فورا. طيب حاضر. هي صار لها لابستن سنين بإيدها ما رح تقدر تشلحهم. ايه تتأذى أذيتوني أكتر. وانتي كمان يلا. ماشي. يلا ماشي. اشلحوا الحلا كمان. لو أخذت روحي مني ما رح تخجل لهالدرجة. وانت خلصيني وألا بقطالك إذنك. وهي الحلقات تفضل خده. انتبه منيح مداد، لا تخرب على بالهدايا. ماشي مدام. وانت يا بيقو مستعجلي شوي. ها كيفك بدرية؟ منيحة. وانت؟ أنا منيحة يعني مثل العادة. لكي شو كنت بدي اقلك؟ مشان حفلة راس السنة اللي عزمتيني عليها رح اجي. ايه اتفقنا منروح سوا. ماشي منتفق، بلكي انا بوصلك. ماشي عندي شغل، باي. هلا هذا كل شي طلع معكم يا مرت وبنت الآغا، والله شي بيخجل. بتتذكر وقت اجيت هذاك اليوم وشفتك واقف قدام باب البيت وسمعت كلمة أمي منك؟ أنا قلت لحالي خلص ما عاد رح تعرفي شو زعل ابنه، وأيوب رح يعوضك عن كل شي خسرتي بهالدنيا. بس للأسف أنا طلعت غلطانة، دمرتني وقهرت لي قلبي وما عاد عرفت شو هو الفرح. أمي خلصنا بقى، هلأ بعصب عليكي بترجاكي. فكرتك إجيت تداوي كل جروحي، للأسف طلعت جاية تقهرني وتوجعني أكتر. اجيت لحتى توقف جم جولبري وتدافع عنا. شو بدك ساوي يا أمي؟ بدك ياني أقعد وصلي وادعي لك كمان؟ ولك أنتو كلكن دمرتولي حياتي. ها هلأ طلعنا مذنبين على أساس أنت مانك مذنب بنوب؟ ايه بنوب. ما زال هيك، ما كان لازم تطلع تستأجر بيت مشان جولبري من دون إذني، وما تروح تأسس شغل لحالك. ما كان لازم تروح حضرتك وتقوص على نظيف وتقتله، الأفضل كنت تضل جنب عيلتك. مو أنا اللي قتلته لهذا الزلمة. مين قتله لكان؟ بابا. بكفي، مشان الله ما عاد تعيد هالحكي الفاضي أيوب. لا تجي تتهم أبوك حتى ما تنزل من عيني أكتر وأكتر. شو هالحقد يلي بقلبك؟ بدك تدمر كل شي حواليك؟ خلص بقى. مو أنا يلي قتلته، أبي اللي قتله وطلب مني إنه أنا شيل القضية. قلت معلش هذا أبي وما عندي مشكلة بهذا الشيء. إيه بس لما وصلنا على الحدود قلت له يا أبي مستحيل، أنا ما بقدر. بتعرفي شو عمل بوقتها؟
هو بعتني على أرض ملغومة، بعتني لهنيك مشان موت ويخلص مني. وقد دعست على اللغم وانفجر فيني، هو تركني وراح. هو تركني بين الحياة والموت وهرب، كان بده بس يخلص مني. كذاب كذاب كذاب، واحد كذاب. أمي أمي، روحي لعنده، روحي لعنده واسأليه وخليه يقلك كيف راح وترك ابنه لحتى يموت. اسمع سيفو، المصاري معي، خليني شوفك، أما اليوم أو بكرة هذا علي بدي إياه يكون ميت. طوال ما هو عايش أنا ما رح أرتاح بنوب، فهمتني سيفو؟ بدي تقتله. أمرك يا أغا. هذا أنت؟ كنت ناطرة حدا تاني؟ فكرت الأولاد. ايه روحي، نحن لحالنا. لا تقرب، متضايقة منك لأنك تركتني الشغل. انسي لهالقصة بقى. لا تقرب. ليكي لا تعندي وتقولي حتى نتزوج. لك أنا زوجك من سنين طويلة. ليش عملتي هيك؟ ليش عم تهربي مني؟ ما هربت منك. انتي متغيرة كتير يا كولبري. نحن بدنا شوية وقت، لأنه كل شيء صار فجأة. أوعيك أوعيك تقولي لي إنه في حدا تاني بحياتك. لا تخليني أفقد أعصابي وعصب عليكي هلأ. أنت على علاقة مع شي حدا؟ جاوبيني، حب حدا تاني؟ لك جاوبيني. لا. ليكي إذا بسمع إنه بس اطلعتي على حدا تاني أو بسمع بإنك سمحتي لقلبك يدق لزلمة غيري، أنا بقتلك وبقتلوا لهالواطي، بدمركن. ماما أنا جيت. أهلين يا روحي. أهلين. أنت منيحة؟ إيه منيحة. وينو أخوك؟ عم تسأليني عن حسن؟ إيه راح على الشغل، بس وصلني على باب البناية. شت. تعال عندي. تعال. كيفك حبيبي؟ شو؟ كيف كانت الجلسة؟ سمعك عم يتحسن شي؟ شو قلت؟ إذا عندك سؤال اكتب لي اياه هون. طيب. حبيتي لهالبيت مو؟
وعلى الأغلب أبوك يحبه كمان. حسن شوفك بعدين ماما. أرتمس استني على مهلك، شوفي بنتي انتبهي. النماش شوفي كيفك؟ رجعتي تلحقيني مرة تانية؟ لا ما عرفت لمبارح أصلا. بشو؟ ونحن كمان ساكنين هون بنفس البناية تبعكم. مين أنتو؟ أنا وبابا سكننا بالطابق الثامن. أنتي وأبوكي؟ كيف جيتوا؟ معك حق حسن، وأنا تفاجأت أول شي، مجرد صدفة، هيك البابا خبرني. البيت عجبه كتير واستأجره، بعدين عرف أنكم أنتو ساكنين هون. يعني أنا برأيي هالصدفة بتاخد العقل. طبعا أكيد أكيد بس صدفة. حسن كأنك ما انبسطت. صدقيني أنت ما دخلك بشي. ماشي لا تشغلي بالك أبدا، أنا بتصرف. ليش شو بدك تعمل؟ هلا مستعجل، بعدين بنحكي. ماشي حسن لوين رايح؟ عندي شغل. أهلين فيكن يا نور عيوني. أهلين فيك يا أبي، كيفك؟ منيح، وأنتو؟ قلقت عليكن. نحن مثل ما لك شايفنا قدامك دمرنا. خير فاطمة شبك؟ جاي لتسكتي؟ لا جيت اسألك وما راعيت سؤالي، وبدون لف ودوران رح تجاوبني. انت يلي قوصت نظيف، وبعدين انت اتهمته لأيوب بهالشي؟ انت جاي تحققي معي؟ ع حياتنا انا وياك اهلنا ماتوا دفناهم، وبعد منا نحن دفنا ابننا كرمال هالسنين يلي قضيناها سوا. لا تكذب علي وخبرني الحقيقة. ايه انا رح جاوبك، قوصته لنظيف. قول بري أنا طالع. لوين؟ رايح لعند حسن على الشغل. رايح شوفهم وعرفهم بحالي لحتى يديروا بالهم أكتر عليه وما يفكروا بأنهم يضايقوه. ماشي اشتري الأغراض وجهزين للعشاء. انت وقتها طلعت بعيوني وكذبت وقلت ابني قوص، صدقتك. رحت وقلت انا رح انقذ ابني، وبعدين حاولت انه تخلص عليه ووعدتني انه رح تلاقي لي ابني، وصرت تعطيني الامل وتواسيني مشان اولادنا الباقيين. تمسكت بهالامل وتحملت، وبعدين اجيت قلت لي ابننا ايوب مات يا فاطمه، وصدقتك. ابني اللي ما كان عنده قبر، وهالشي خلاني ابكي من قهري وحرقه قلبي. ومين السبب؟ اللي يعقوب. مين انت؟ كيف قدرت تتحمل هذا الشي؟ كيف تحملت؟ ما وجعك قلبك على ابنك؟
صدقني لو إنك خنقتني بإيديك كان أهون علي كتير. جيت من بيت أهلي لعندك وأنا صغيرة، اعتبرتك أبي وزوجي كمان. وإذا بتقلي إنه الشمس بتطلع من الغرب فاطمة، صدقك وخاب أملي. ولهلأ لفهمت وقدرت أفهمك يا يعقوب تعشقين وأكشفك. هلأ رح روح وبدي إنسى كل الحب يلي حبيتك إياه والاحترام وثقتي فيك. اليوم أنت ما عاد تعني لي شي بنوب. فاطمة خليكي، إذا أنت تركتيني ما رح يضل لي حدا بالدنيا. أنت بالأساس ما عندك حدا جنبك يعقوب تشكين، عطول عطول عايش حياتك لوحدك لوحدك بس. الله ياخدك. فاطمة افتحوا بس لحتى تخلص حالك وتمشي بخان تشكين وانت مفتخر ورافع راسك بين العالم. حرمتني من اخواتي واولادهم وامي، حتى دمرتني الي، دمرتنا كلنا، دمرتنا. وانت واقف عم تتفرج حرقت قلوبنا كلنا وبعدين مشيت ولا كأنك عامل شيء ابدا. انت ما عندك قلب بنوب؟ ما عندك رحمة؟ لازم تخجل بقى.